السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالب الصف السادس الإعدادي، تعالوا مع بعض كده نكمل درس الحاصل الذكرتي لمجموعتين. الشبكة البيانية المتعامدة للحاصل الذكرتي حرف ح. طبعًا إحنا عارفين الشبكة البيانية كويس جدًا. هنا مجموعة الأعداد الحقيقية، هتقول لي ده أنا شايف أعداد صحيح 1 2 3 وهنا سالب 1 سالب 3، ما هو في أعداد حقيقية عدد نهائي أنتوا كلكم عارفين. طبعًا ده عدد، ده خط الأعداد الحقيقية وده خط الأعداد الحقيقية. ده سمات وده ايه؟ صلات. عشان كده بنقول ان دوت حق فحق، الشبكه التبعيه اعداد حقيقيه فاعداد حقيقيه. في حاجه اسمها الربع الاول، او بقول ان الشبكه التبعيه دي بتقسم المستوى اللي قدامي اللي هو مستوى السطوره، مستوى الصفحه، مستوى الكتاب الى اربعه اجزاء. اربع ارباع، الربع الاول، الثاني، الثالث، الرابع. وخلي بالك من الترتيب اللي انا ماشي فيه ده اللي هو اتجاه دوران عكس عقارب الساعه. خلي بالك ببدا هنا ده ربع الاول وامشي عكس عقارب الساعه، ده ربع الثاني، الف الثالث، الرابع. دي كده الاربع ارباع. في الربع الاول حدد كده اي نقطه، وليكن النقطه دي. النقطه دي تقابل على محور السمات كام؟ 2. طب تقابل على محور الصلاه 3، يبقى النقطه دي عباره عن الزوج المرتب 2 و3. طب ماشي، احنا عارفين الكلام ده. ايه بقى المهم؟ المهم ان انت تبقى عارف ان اي نقطه تقع في الربع الاول السين بتاعتها بتكون موجبه والصاد بتاعتها بتكون موجبه. يبقى اذا في الربع الاول موجب وموجب. تعالى نبتدي كده على الربع الثاني، نقطه زي دي، النقطه دي السين بتاعتها سينات اهي سالب 3، طب والصادات 2، يبقى س سالب وصاد موجب. في الربع الثاني سالب وموجب، الربع الثالث نلاحظ انه سالب وسالب، النقطه دي عباره عن ايه؟ سالب 3 سينات اهي وسالب 2 صادات، يبقى سالب وسالب. الربع الرابع موجب وسالب، النقطه دي مثلا وليكن هنا هتبقى 2 دي موجبه والصادات هنا ايه؟ سالبه، يبقى موجب وسالب. يبقى ده الكلام ده في منتهى الاهميه وبيحل لي مسائل كتير. الاحظ حاجه كمان، ان اي نقطه وليكن النقطه دي، حد يعرف يقولها لي؟ هتقول لي اه سهله جدا، النقطه دي عباره عن الزوج المرتب 2 و0، يبقى السينات 2 والصادات بصفر، يبقى اي نقطه تقع على محور السينات الصاد بتاعتها بصفر. طب لو في نقطه زي دي تقع على محور الصادات، النقطة اللي تقع على محور الصادات يبقى الإحداث السين بتاعها بصفر، إزاي؟ اقرا النقطة دي، الزوج المرتب إيه؟ كل دي صفر وسالب 3، ممتاز، صفر وسالب 3، يبقى السين بصفر وصاد بسالب 3، يبقى النقطة اللي تقع على محور الصادات الإحداث السين بتاعها بيساوي صفر. تعالوا مع بعض كده نكمل. الحاصل الديكارتي على فترة. لو طلب منك انه يضرب فتره في فتره، ايه ده ممكن يحصل؟ اه مثلا عندك السين عباره عن الفتره من سالب 2 ل 3 فتره مغلقه. طبعا انت خدت الفترات في ثانيه اعدادي، الفتره هنا من سالب 2 ل 3، يبقى احدد خط مستقيم يبدا من عند سالب 2، احنا شغالين كده على السينات، من سالب 2 لحد كام؟ 3، اعمل خطين مستقيمين متوازيين. طيب هتضرب في مين؟ في س برضه، الس برضه اللي هي سالب 2 و3، بس الثانية هتترسم على محور الصادات، احنا دايما بنرسم س في ص، أو لو س في س يبقى الأول على محور السينات والثاني على محور الصادات. سالب 2 و3 برضه، وعايز يضرب س في نفسها، يبقى سالب 2 أهي على محور الصادات أعمل عليها خط مستقيم أفقي، والثلاثة أعمل عليها خط مستقيم أفقي اللي هي على الصادات، فيبقى رسمنا الفترة من سالب 2 ل3. بالنسبة للصادات، المنطقة المحصورة بين الأربع مستقيمات، المنطقة اللي هي المظللة قدامك ديت، هو ده عبارة عن الحاصل الذكرتي للفترة الأولى في الفترة الثانية. طب يسألك بين أي نقطة تنتمي للحاصل الذكرتي س ضرب س؟ النقطة 1 و2، عايز أقول لك حتى من غير ما تبص للشكل، هي الواحد دي احنا اتفقنا ان المصرف الاول بنجيبه من الفتره الاولى، المصرف الثاني بجيبه من الفتره او المجموعه الثانيه. طب الواحد موجوده في الفتره؟ تقول لي اه موجوده ما بين سالب ما بين سالب 2 و3. طب الاثنين موجوده داخل الفتره؟ من سالب اه موجوده، يبقى الزوج المرتب ده ماله؟ بينتمي فعلا لو انت حبيت تقول 1 و2 على الشكل بقى 1 وتطلع قصاد الاثنين هتلاقي النقطه دي اهي 1 و2، هي دي النقطه. اه تقع داخل الفتره.
طب النقطه 3 وسالب 1 هتقول لي طب على الشكل كده 3 وانزل قصاد سالب 1 تنتمي ولا لا تنتمي؟ هي موجوده على الخط. خلي بالك يبقى موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده يبقى تنتمي. طب بتعرفها برضه الطريقه من غير الرسم؟ هتقول الثلاثه موجوده في الفتره والسالب 1 موجوده في الفتره، اذا الزوج المرتب بينتمي للفتره. بص معايا كده سؤال يعرفك اهميه الشبكه التربيعيه. بيقول لك اذا كانت النقطه س و س تربيع ناقص 4 وفي منتهى الاهميه السؤالين دول بيجوا في امتحانات كتير قوي. تقع في الربع الثاني. قبل ما تكمل قرايه السؤال تقول ربع ثاني ارجع معايا يعني سالب وموجب. بص كده معايا الربع الثاني يبقى سالب وموجب. اهو الربع الثاني نرجع لسؤالنا. يبقى انت عرفت ان س لازم تكون سالبه وهنا الاحداث الصادي لازم يكون موجب. معايا؟ تضع في الربع الثاني من الشبكه التربيعيه حق ضرب حق فان س يمكن ان تساوي. يبقى اتفقنا ان س هنا لازم تكون سالبه، يبقى يا اما سالب جذر 3 او سالب جذر 5، يبقى احنا استبعدنا الاثنين دول. كده احنا بنختار بالاستبعاد، استبعدنا الكونتين الموجبتين. طيب تعالوا بقى احنا خلاص اطمنا ان س هنا سالبه، طب نشوف بقى ده اللي يعرفني مين بالظبط فيهم. قال لك س تربيع ناقص 4 لازم تكون موجبه. ابدا عوض كده بالسالب جذر 3 هنشيل س ونحط مكانها سالب جذر 3. طبعا الكل تربيع ناقص 4، احسب القيمه بتاعت الكلام ده. التربيع بيعمل السالب ممتاز بيطيره. التربيع بتاعنا السالب جذر 3 و 60 ب 3، 3 ناقص 4 سالب 1، إذا بطلع الناتج إيه؟ سالب، بس أنا عايزه موجب. يبقى إذا السالب جذر 3 هي كمان ما تنفعش. يبقى ناقص مين؟ سالب جذر 5، ولو عايز تتأكد عوض. سالب جذر 5 الكل تربيع ناقص 4. تربيع بيطير السالب، جذر 5 تربيع 5، 5 ناقص 4 موجب 1، يعني طلعت موجبة، إذا هي دي الإجابة السليمة. طيب نرجع كده نشوف اللي بعدها. إذا كانت النقطة 3 ناقص س وس ناقص 5 تقع في ربع الثالث، افتكر معايا تقع في ربع الثالث، يبقى سالب وسالب، يبقى س سالب لازم تكون س سالبة والص سالبة. طيب حيث س تعتبر صاد يعني س ده عدد صحيح، لأن هنا س ليها عدد لا نهائي من الحلول، بس هو بيحددك بيقول لك أنا عاوز قيمة س الصحيحة، فإن س تساوي إيه في الأربع اختيارات دول؟ طيب بص معايا لو عوضنا بالواحد 3 ناقص 1 موجب 2، إذا ده طلعت موجب احنا عايزين هنا سالب وهنا سالب يبقى دي مرفوضه، دي أول واحدة. تاني واحدة 3 ناقص 2 ده طلعت موجب 1، لا يبقى برضه مرفوضه، عوض بالأربعة 3 ناقص 4 سالب 1، يبقى الحل الأول طلع مظبوط. لا كمل لسه في المصفف التاني نتأكد. س ب 4، 4 ناقص 5 سالب 1، إذا هنا سالب وهنا سالب، يبقى إذا الأربعة هي القيمة المظبوطة. شوف مع بعض كده آخر مثال في منتهى الأهمية. إذا كانت س تساوي 3 و4 و6 و4 و5 و وعين 6 و5 وبتيجي دايماً في الامتحان، ده سؤال أساسي في الامتحان. أوجد س ضرب ص امتحان عين. طيب عملية الاتحاد دي لازم اجيب الاول قيمتها. السين اكتب المجموعه سين اللي هي 3 و4 ضرب. ايه معنى الاتحاد؟ يعني هنحط عناصر الصاد مع عناصر العين. الصاد مكونه من 4 و5. اتحاد العين اللي فيها 6 و5 بشكل 5 تاني. فاكرين احنا دايما عارفين او دايما خدنا من زمان ان العناصر المجموعه ما بتتكررش، فلما اقول ص اتحاد عين يبقى هكتب عناصر ص على عناصر عين اضمهم في مجموعه واحده، فتبقى 4 و5 و6 مش اول 5 كمان مره. طب يبقى هنضرب حاصل ضرب ديكارت ازاي؟ كلكم عارفين طبعا سهله، ببدا باول عنصر 3 و4. 3 و5 3 و6 ضربت الثلاثة في الأربعة في الخمسة وفي الستة، اللي عليه دور مين الأربعة؟ تضرب في الأربعة، يبقى أربعة وأربعة. أربعة وخمسة. أربعة وستة.
ادي حصل الاول. الثاني بقى عاوزين س فرق ص ضرب ع. طب نشوف الاول ايه معنى الفرق ده. يعني عناصر س هشيل منها عناصر ص. ادي عناصر س فيها 3 و4، شيل منها 4 و5، يعني كانك شلت مين؟ الاربعه، يتبقى 3. او بنقولها بطريقه ثانيه اسهل، معنى س فرق ص يعني العناصر اللي موجوده في س ومش موجوده في ص، اللي موجود في س ومش موجود في ص. هتلاحظ ان الثلاثه هي اللي موجوده في س ومش موجوده، مش موجوده، هتقول طب الاربعه، لا دي موجوده في س وموجوده في ص. انا عايز اللي موجود في س ومش موجود في ص، فيبقى هو العنصر مين؟ ثلاثه. عايزين نضربها في ايه بقى؟ في افتكار س فرق ص، تضرب في مين؟ في عين، العين اللي هي 6 و5. سهل جدا الضرب، 3 في 6 هيديني 3 و6، 3 في 5 هيديني 3 و5. فكرة أخيرة بقى أنا عايز أقولها، الفاي دي مجموعة خالية، خالية من العناصر، ما فيهاش عناصر. لو اتضربت في أي مجموعة هيديني فاي. مجموعة خالية فاي، اللي ما بتحتويش على اي عناصر، لو اتضربت في اي مجموعه تديني فاي. طب عدد عناصر الفاي، احنا اتفقنا ان النون دي رمز لعدد عناصر. عدد عناصر فاي بتساوي صفر. يعني ايه الكلام ده؟ هي الفاي دي فيها عناصر؟ لا، يبقى عدد عناصرها ايه؟ صفر. طب لو قلت لك عدد عناصر المجموعه صفر. عدد عناصر المجموعه، المجموعه دي فيها عناصر، اه ده فيها الصفر، يبقى عدد عناصر الصفر كام؟ واحد. طب لو قلت لك عدد عناصر الفاي في اي مجموعه؟ تقول لي مش فاي في اي مجموعه بيديك فاي، يبقى عدد العناصر فاي بيساوي صفر. وعايزك تميز ما بين دي وما بين دي. خلي بالك قوي، لو قلت لك مجموعه خاليه فاي في اي مجموعه تديني فاي، يعني طب لو عدد العناصر هتقول لي عدد العناصر صفر. وبكده اكون خلصنا اول درس بجميع افكاره المهمه اللي بتيجي في الامتحان. عايزكم تحلوا بقى كل تمارين كتاب الوزاره، لان كتاب الوزاره في منتهى الاهميه، تحلوا كل تمارين كتاب الوزاره من اول سؤال لاخر سؤال، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.